شهدت صحة كيتاني بالعاصمة انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا في الفضاءات الجوارية في خطوة ستباشرها غداً 20 ولاية على أن تعمم عبر كامل الولايات في الأيام المقبلة. أخذت هذه الحملة منعرج آخر بتخصيص فضاءات إضافية كهذه يعني في ساحة الكيتاني، وتوفر فيها كل شروط تاع التلقيح وكل وسائل موجودة باش المواطن يتلقح في أمان. وقبل آخر أسبوع راح تكون تعمم على مستوى كل وطن إن شاء الله. اللقاح الصيني موجه للفئة تحت 50 سنة، بين 18 و50 سنة، بينما اللقاح البريطاني موجه للناس اللي عندهم 50 سنة فما فوق. دونك تشجع لي كاتيجوري دو جون. استحسن المواطنون هذه المبادرة التي لاقت إقبالاً كبيراً سواء للأشخاص المسجلين بالمنصة الرقمية أو غيرهم للاستفادة من الجرعة الثانية من اللقاح أو للتلقيح لأول مرة. الناس هم يستنوا بولي كلينيك كان اللي عنده شهرين مازال ما لحقتش ثالثو. الحمد لله أنا يود لا شونس دينا لا باس. شكون غير هنا الطالب عبد الرحمن هنا برك فوقا. وبعد سبع اليوم جيت أنا الأولاني اللي جيت لهنا كاع. وراني دروك أنا الأولاني اللي راني تجوزت. تخصيص هذه الفضاءات الجوارية خارج الهياكل الصحية خطوة من شأنها التسريع من وتيرة التلقيح لحماية أكبر عدد من الأشخاص والتقليل من عدد الوفيات.